هذا يتزامن مع استهدافها لطرق إعادة الإمداد للقوات الموالية لموسكو عبر نهر دنيبرو. قطع خطوط الإمداد في الأيام القادمة، هل يسهل مهمة القوات الأوكرانية بالسيطرة على المقاطعة بأكملها؟ هذا ما تطمح إليه هذه المدينة. كما تعلم أن هذه المدينة يعني فيها امتداد النهر يقطعها بشكل كبير، وفيها عدة جسور استراتيجية، فأي حركة تجارية أو عسكرية تعتمد على هذه الجسور. هذه الجسور تم تدميرها بشكل كامل أو جزئي، وتم تعطيلها، إضافة إلى أن أي شيء صالح للتنقل هو تحت مرمى الضربات الأوكرانية. وللعلم هذه المدينة هي أول مدينة عقد معها اتفاقية في 2017 مع الحاكم المدينة كمجلس أوكراني عربي، وكانت حقيقة مشاركتنا الأخيرة السنة الماضية في المنتدى التجاري أيضا الذي عقده محافظ هذه المدينة. فهي مدينة زراعية بامتياز وصناعية، إضافة إلى مينائها الحيوي. الآن حقيقة كذلك جغرافيا هذه المدينة تمتاز بكثير من البحيرات والمستنقعات، إضافة إلى في ظل وجود الأمطار، كما تعلموا أن تربة الأرض الأوكرانية هي تربة زراعية، فعند هطول الأمطار ستصبح عائق يعني حقيقي لأمام أي تحرك بري لأي جهة، سواء كانت معدات ثقيلة أو خفيفة.